شكرا الوليد. في هذه اللحظات ينطلق الشوط الثاني عشر وهو الشوط الرئيسي للإنتاج والمنتجين. نتابع وإياكم اندفاعة هذا الشوط، الشوط الأول الرئيسي للإنتاج. نشاهد وإياكم هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة في شوط الإنتاج، في شوط رئيسي. نتابع في هذه اللحظات المقدمة مباشرة. في هذه اللحظات نتابع مغث سالم بن حسين بن محمد الجرحب المري مع المركز الأول مع مغثه في الصدارة. المركز الثاني نتابع القدوم والوصول من الشايبة لمنصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين، يا سلام. هنا في هذه اللحظات مع المركز الثالث نتابع القدوم والوصول من اللي ايضا قادم الشرود لسالم بن عبيد بن شينان المري شعار العمدة، بينما المركز الرابع هنا لهايب مع المركز الرابع وبشعارك يا سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي، يا سلام، يصل مع المركز الرابع ويغير على المركز الثالث. المركز الخامس نتابع القدوم من الغزلانية على المركز الخامس، منطلقة الغزلانية لعلي بن حسن بن راشد المزايدة النعيمي على المركز الخامس. هذه النتيجة مع الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى وشوط الإنتاج والمنتجين. يا سلام يا سلام في هذه اللحظات. والعودة مرة أخرى إلى مغثة في المركز الأول وفي الصدارة نتابعها سالم بن حسين بن محمد بن جرحب المري، يا سلام، وبقيادة سعيد بن حلفان، يا سلام، من يتابع هذا الشعار ويرافقه، بينما النقلة على المركز الثاني. المركز الثاني نتابع هنا القدوم من الشايبة أيضا شعار صايد الرموز، من يقدم لنا النوادر بهذا الشعار. شعارك أيضا يا منصور يا بن محمد يا بن منصور الخيارين قادم مع المركز الثاني في هذه اللحظات باندفاعاتها، قدم لنا جميل في أحد الأشواط بدون أي تعليمات تذكر عليه، سجل نقطة صباحية. هذا هو الشعار يعود أيضا في هذا الشوط الرئيسي للإنتاج. وهذه الشايبة يا سلام يا سلام مندفعة، بينما المركز الثالث شوفوا هذا الشعار، شعارك يا أبو نوار سلطان بن نوار، هنا يقدم لنا لهايب المندفعة في هذا الشوط والمنطلقة هنا بهذا الاندفاع في هذا الشوط الرئيسي يا أبو نوار. هناك أيضا المركز الرابع، المركز الرابع الشرود سالم بن عبيد بن شينان المري مع المركز الرابع. المركز الخامس انتابع المركز الخامس وهناك الغزلانية علي بن محسن المزايدة النعيمي على المركز الخامس مقدما لنا الغزلانية. هذه النتيجة والنداء الثاني للخمس المراكز الأولى. ونعود إلى مغثة بن جرحب على المركز الأول على المقدمة هناك في الصدارة، تقود المسار باندفاع والأروع، منطلقة هنا مع هذا الجو الجميل. نتابع أيضا هذه اللحظات أجواءنا دائما في ميدان التحدي، أجواء حماس، أجواء منافسة، أجواء شيقة نشاهدها في هذه اللحظات والأشواط الرئيسية. هناك أيضا مع أشواط المفتوحة وأشواط العمانيات وأشواط الإنتاج، وهذا هو شوط الانتاج الرئيسي، يا سلام، باندفاعه ولا اروع بانطلاقه في هذا الشوط. نشاهد ونستمتع ونتابع هنا هذه الاسماء المنطلقه ومغثه على المركز الاول، سالم بن حسين بن جرحب المري على المركز الاول يقدم لنا مغثه، ولكن الشايبه قادمه على المركز الثاني مندفعه بشعار صايد الرموز. هنا يقدم لنا الشايبه ايضا في هذه اللحظات منصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين على المركز الثاني. المركز الثالث اللي ايضا تترصد الموقف لهايب وعندها كلام، لهايب على المركز الثالث تقدم لنا عرضها الممتاز. ركز يا ابو نوار، ركز يا سلطان، هناك ايضا يقدم لنا لهايب في هذا الشوط الاول، الشوط الرئيسي للثنائي الانتاج. نتابع واياكم
المركز الرابع، هنا المركز الرابع اللي هي الشرود، سالم بن عبيد بالحمر، ايضا هنا بن شينان يقدم لنا ايضا هنا الشرود المندفعة مع رابع المراكز، والمركز الخامس الغزلانية لعلي بن محسن المزايدة. يا سلام، نعود هناك ايضا في هذه اللحظات مع الاندفاع ومع المقدمة، هناك بن جرحب ما شاء الله تبارك الله بدأت مغثة بالاندفاع هنا ايضا، عندما ايضا اقبلنا على بوابة الكيلوين المتبقية من عمر هذا الشوط، هنا مغثة على المركز الاول، تبي الناموس وتبي ايضا هناك حزام السعادة. يا سلام، حديقة السعادة هناك بانتظار اللقاءات مع ايضا المتميز اعلاميا محمد بن بريك زميلنا. يا سلام، هناك ايضا وايضا هناك المحنك ايضا في المتابعة والمراقبة جنبا الى جنب للاشواط الرئيسية للقطات الجميلة في ميدان التحدي. يا سلام يا سلام يا سلام، ميداننا ميدان الجميع، ميدان المتعة، ميدان الإثارة، ميدان التحدي، نشاهد نستمتع دائما وأبدا مع هذه الشعارات مع هذه الأشواط. شوفوا الأشواط الرئيسية، طعم الناموس غير مع الانتاج، 1500 متر على الفوز والانتصار والتحدي والإثارة. يا سلام، هناك مغثة ما شاء الله ما شاء الله، يا بن جرحب ما شاء الله على مغثة تقدم لنا عروضها الممتازة. الشايبة قادمة مع منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين، قادم مع المركز الثاني، اندفعت الثنتين، هناك ايضا لهايب مع سلطان بن نوار على المركز الثالث، ولكن انحصر النداء مع الثنتين اللي على المقدمة، ولكن الله، يا سلام الشايبة ومغثة، الشايبة من واقع انجازاتها في العام الماضي سجلت لها رموز. يا سلام، هذه الشايبة يا سلام، باندفاعتها بشعارها نرحب بالسبوق دائما اللي ايضا تحافظ على مستوياتها. شكرا يا منصور، شكرا يا غانم بن منصور على هذا الاداء المتميز، وهذه في هذه اللحظات وعندها نقطة في المحلية الأول. شكرا أيضا هنا مع هذه اللحظات، وأيضا قطبي من يوافينا بالمعلومات أول بأول. يا سلام، باندفاع هذا الشوط الأول الرئيسي مع الشايبة للإنتاج، الشايبة مغثة على المركز الثاني، الشايبة على المركز الأول. يا سلام، هذه اللحظات نتابع هنا الاندفاع، ولكن شوفوا اللي قادم مع المركز الثالث، اللي قادمه اللي هي الدوحة لمحمد بن مبارك بن مسر الشهواني، قادمة وأول ندى للدوحة، ولكن هنا مغثة مع المركز الأول، مغثة ولكن الدوحة قادمة مع المركز الثاني، 300 متر الأخيرة، ولكن مغثة الأمتار الأخيرة مغثة الدوحة غيرت مجريات الشوط الرئيسي للإنتاج. تهانينا لمحمد بن مبارك بن مسفر الشهواني، تهانينا على فوز الدوحة في هذا الشوط وانتزاعها لهذا الشوط الرئيسي للإنتاج. تهانينا والناموس لمحمد بن مبارك بن مسفر الشهواني، من انتزع الشوط الأول للإنتاج. المركز الثاني مغثة لسالم بن حسين بن محمد الجرحب، المركز الثالث وصلت هنا اللي هي لهايب سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي. المركز الرابع الشرود لسالم بن عبيد بن شينان. المركز الخامس اندار عبد الهادي بن حمد بنت رحيب بن نايفه. شاهدنا هذا الشوط هنا في هذا الناموس وهذا الانتصار وهذه الدوحه اللي قلبت موازين الشوط عند 300 متر الاخيره. تهانينا والناموس لمحمد بن مبارك بن مسر الشهواني، 10 دقائق ثانيتين 20 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني هذه ايضا مغثه اللي ما قصرت من منافستها من بدايه هذا الشوط، 10 دقائق 3 ثواني 77
متابعين الجزء الثاني، تهانينا لسالم بن حسين بن محمد الجرحب على هذا الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث وصلت لهايب على المركز الثالث. هنا في هذه اللحظات لهايب تصل 10 دقائق 11 ثانية، 73 جزء من الثانية. تهانينا لسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي، تهانينا والناموس للجميع. شوطنا